هذا الإصرار على استلام هذه البناية هو الطعن في هيبة المؤسسة العسكرية. راح تقولي حضرتك ليش الهيبة المؤسسة العسكرية على هذه البناية؟ لأن هذه البناية ترمز لأحداث فرض القانون، وعلى لسان أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد كمال كركوكي وصف الجيش العراقي في كركوك بأن جيش محتل، والهدف منه الإصرار على استلام هذه البناية هو مسألة تحدي للدولة وتحدي للمؤسسة العسكرية وتحدي ومحاولة لإفشال حكومة السيد محمد الشيع السوداني. وكنا نأمل من السيد محمد الشيع السوداني تأجيل هذه الأمور وهذه الملفات إلى ما بعد انتخابات مجالس محافظات، لا سيما كركوك لم تشهد انتخابات مجالس محافظات منذ أكثر من 18 عاما. والبارحة في الساعة 5 مساء خرج مجموعة من الشباب الكرد المناصرين للحزب الديمقراطي الكردستاني، وكانت شرطة كركوك تدرك ذلك، لكن مع الأسف نقول لم تعمل بمهنية سمحت لهم أن يقتربوا من المتظاهرين والمعتصمين أمام بناية المقر المتقدم. حدث ما حدث وقاموا بإحراق عجلات تابعة للمعتصمين التركمان والعرب واشتباك مع الجيش والشرطة. أنا راح أرجع إلى هاي النقطة وأناقش دور قيادة شرطة كركوك. ادخل لي بالأزمة الحالية. نعم. أنتم جزء من هذه التظاهرات قبل أسبوع بعد صدور القرار. نعم، بعد صدور القرار اتجه أبناء المكون التركماني والعربي ولا يوجد أي ميليشيات إلى أمام بناية المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة ونصب خيام، ومطالبين بعدم تسليم هذه البناية لأسباب. السبب الأول ذكرته قبل قليل بسبب ما حدث قبل 2017، والسبب الآخر بعد سيطرة جهاز مكافحة الإرهاب في أحداث فرض القانون، وبعد أسابيع انبعثت رائحة كريهة ذهبوا إلى مديرية مجاري كركوك طالبوا بفتح الصرف الصحي الموجود في البناية، وعثروا على جثتين أمام ممثلي محكمة استئناف كركوك وأمام هيئة القضائية مثبتة في محافظة كركوك في اللجنة القضائية، كانوا من المكون العربي، طبعا أدى إلى علامات استفهام آخر. لذلك وبعد سيطرة الجيش وكون البناية هذه الأحداث التي أنت كنت تقول بها سيد النفط، هذه الأحداث الخطيرة التي أنت كنت تقول بها وقلت أنها مثبتة لدى الجهات القضائية، كيف توصلتم أن المتهم بها هو الحزب الديمقراطي الكردستاني أو الأسايش والبيشمركة؟ ما هو دليلكم على هذا؟ لا، نحن لا نوجه اتهامات. أنا قلت في بداية البرنامج كان الملف الأمني بيدهم ولم يصلوا في أي من التحقيقات إلى الجنات، هذه نقطة. النقطة الأخرى، الجثث خرجت من البناية والبناية كانت بيد الحزب الديمقراطي، لأن البناية بنيت على أرض تابعة ملكيتها لوزارة المالية والنفط، يعني بنيت من أول يوم وكانت البناية تستخدم للحزب الديمقراطي الكردستاني والجثث خرجت منها. لذلك لا يمكن أن يكون المكون التركماني ومكون آخر مكون العربي قتلوا أناس ووضعوهم داخل هذه البناية. هذه مشكلة خطيرة وموجودة ومثبتة في القضاء العراقي. النقطة الأخرى، بعد دخول الجيش العراقي إلى هذه البناية أصبحت رمز لهيبة المؤسسة العسكرية ولأحداث فرض القانون في هذه المحافظة. المكون العربي التركماني لا يمانع أستاذ نجم من مزاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني وفق الدستور والقانون والشروط الوطنية مداولة عمل السياسي في محافظة كركوك، والدليل هم لديهم قاعدين في محافظة كركوك. طيب كيف يدعون بشروط للعودة؟ هم أصلا موجودين ولديهم 30 مقر آخر في محافظة كركوك.